شحال صعيب تجيب وليدات لهاد الدنيا وما تعطيهمش حقهم في التربيه. اكثر من هذا، شحال صعيب انك تكبر وليدات عمرك ما نصحتيهم في التربيه الجنسيه على حسب العمر ديالهم، ونهار كتوقع لهم شي كارثه كتلومهم هما اللي ما علمتيهمش، بلي انهم كاينين شي مناطق في الذات ديالهم ما عندش الحق لحتى شي واحد انه يقرب منا. واذا كان العكس، خاص دماغه يضرب ناقوس الخطر بالاحمر وجميع الالوان ويلجأ ليك بدون خوف انك تمشي هو اللي تاديه وماشي تحميه. حكاية الليلة للأسف كتضر في الخاطر ومليئة بالظلم وقلة الحوار والجهل وإلى ما غير ذلك. حكاية الليلة صاحبتها غادي تحكيها لنا باش تصفتها للأهل ديالها كرسالة لعل وعسى يعرفوا الحقيقة ديالها ويدقوا شنو دازت منه، أو لا يدقوا مناش دوزوها. ما تمشيو فين، وبقوا معنا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه. اذا كنتي جيتي على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار داك كيف العاده المؤنسه ديالكم عادت ليكم من جديد في حكايه جديده. قبل ما غادي نبداو في حكايتنا الليله، راكم تكاسلتوا معايا بزاف بزاف بزاف، وهذا موضوع واحد اخر. ما تبخلوش انكم من التحت تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود وتدير معايا فرق كبير. وقبل ما نبدا ونقول لكم يلا بسم الله لنبدا. انا حياه، انا اللي غادي نحكي لكم حكايتي. عندي اليوم 28 سنه، غادي نبدا لكم لما كنت صغيره في سن 4 سنين 5 سنين. كنت انا صغيره ما بين خوتي اللي كانوا تبارك الله بزاف. كانت ماما كتخرج وكتمشي يا اما السوق يا اما شي عراضه، وكانت كتسد علينا باب الدار انا وخوتي، وانا ذا كنا كنلعبوا ديك العروسه والعريس كلشي عارفه، وهذه العائله نتاع كل واحد. انا خويا اللي كبر مني بعشر سنين كان ديما تيختارني باش نكون عروسه وهو اللي يكون العريس، لكن الامر ما كانش تيكتفي هنايا، كان تيهبطني لواحد الصاله مفرشه ديال الضياف وكيسد عليا بالساروت وكيتحرش بيا. انا في داك العمر صراحه ما كنتش عارفه شنو واقع، وما كانش اللي يقول لينا عندك هاد المنطقه حتى شي حد ما يوصل ليها. فاش كنا كنلعبوا خوتي الاخرين تيلحقوا علينا، هو تيبدا تيقول لهم لا غير انا وحياه اللي غادي نلعبوا وما غاديش تلعبوا معنا نتوما، صافي خليوني معاه باش هو يخليني معاه. دازت الايام ولحقت على الابتدائي، وكنت نقرا انا وهاد خويا في نفس المدرسه. فاش كنت نكون غدا المرحاض وكنشوفو حتى هو غادي ليها، كنت كنقلب الطريق وما كنتش كنمشي ليها لانه كنت كنخاف انه يشدني ويتعدى عليا. دازت الايام والسنوات وتحبس داكشي ونسيتو كانه عمره ما وقع. وصلت للسادس ابتدائي، وكنت نعرف واحد الدري اللي كان تيجي عندي بعد المرات حتى الحومه، تنجلسو كنجمعو وكيمشي فحالو. لكن نهار فاش دارنا ساقو الخبار انني كندوي معاه، خرجوني من المدرسه في السادس وبقيت كالسه غير في الدار. دازت سنوات وغادي نتعرف على واحد الشاب اصله من مدينه واحده اخرى، وكنت مره اذا جاب تخبيه كنمشي كنتلاقاه كنهضرو كنضحكو وصافي. ولكن عمرو ما ربطتني به شي علاقه اولا ربطتني بشي حد من غيره اولا خرجت على السطر كيف ما تيقولوا. دازت الايام اولا الاعوام وعرفوا دارنا وداو كيخاصموا عليا وكيضربوني، حتى جا واحد الاستاذ نتاع اختي باش انه يخطبني في 2018. انا ما بغيتش واخا عيا وما انهم يبسوا عليا. حتى لواحد النهار 4 شهر 4 مع الزوج ديال النهار بقى عاقل عليها بحال اليوم، غادي تجي عندي اختي وغادي تقول لي يلا معايا فين عند الطبيب. علاش اختي؟ بغينا نتاكدوا من الشرف ديالك. ايه واخا زيدي، جاوبتها بكل ثقه وقلت لها يلا نمشيو، حيت عارفه راسي عمرني ما مشيت مع شي واحد اولا قرب مني شي واحد. مشينا عند الطبيبه وشافتني وقالت لهم راه بنتكم ماشي عزبه، وهادشي اللي وقع ليها راه من سنين ودابا اللحم غادي كيتجمع. اختي بقات كتشوف فيا وكتقول لي شكون هذا اللي دار لك هادشي؟ تنقول لهم انا راني عمرني ما مشيت مع شي واحد، وعييت من برر لها. شدتني الطبيبه الثانيه اللي قالت لها نفس الجواب، الطبيبه الثالثه كان عندها نفس الجواب. انا كنت باغا نحماق وعقلي بغى يخرج من بلاصتو، حديت نقول لها راني عمرني ما مشيت مع شي واحد ولا قاسني اصلا شي واحد ولا اصلا اداني شي واحد. وفعلا كنت كندوي بكل صدق عن هذاك، لانه مرحله الطفوله ببساطه وشنو كان كيوقع فيها تمحات لي من الذاكره ديالي كأنا عمرها ما كانت. غادي تجيبني غسيل الدار وقالت لامي شنو كاين، وما عندي زوج ديال خوتي وواحد كبير وواحد في عمره انا داك 12 سنه، وحنا بينا سبعه ديال البنات. فاش قالتها لماما بقات كتشوف فيا وما كلماتنيش، حدا قالتها ليا من بعد ندويوا حياه. انا بقيت بلاصتي ما تزعزعتش وجلبتي باش مشيت هي باش بقيت، حيتاش كنت مصدومه.
دارت 11 ديال الليل، نضت مشيت عند اختي الاخرى ساعه الا ربع ديال الطريق غادي نمشي كنجري عندها، حتى وصلت ودقيت عليها ودخلت. اشنو عندك حياه؟ لا والو اختي. هي ما كان فراسها حتى شي حاجه، بقيت جالسه معاها. دارنا بداو كيقلبوا عليا ما لقاونيش، عيطوا عليها حتى قالت لهم حياه راه هي معايا. جات من مورايا اختي اللي كانت داتني عند الطبيبه وبدات كتقول لاختي خليني نديها، وانا كنطلبها الله يرحم ليك الوالدين خليني نبات معاها اليوم، ما بغيتش نمشي للدار غادي يقتلوني لانه انا اصلا ما درت والو، ما بغاتش تخليني. طحت على رجلين اختي اللي جيت لدارها وكنبوسهم ليها، انا مزاوقه. هي كتبعد رجليها وكتقول لي انا ماشي شغلي، حملي مسؤوليتك سيري معاها. وهنا فين تذكرت وقلت لهم هذا الشيء اللي وقع ليا راه في الطفوله فاش كان في عمري 5 سنين، خويا اللي كان السبب، وعدت لهم تفاصيل علما انه حتى راجلها وقت ما مشيت لعندهم ولقى شي فجوه كان كيتحرش بيا التحرش اللي كان سطحي. فاش قلتها لهم في ديك اللحظه كلشي دار عليا، قالت لي علاش كتلصقي هاد الكوارث ديالك في راجل وفي العائله، ما لقيتيش من تشدي غير العائله، ما تقوش بيا. ما سمعونيش وما قدرونيش واتهموني انني غير اتهمت دوك الاشخاص. نط جيت لدارنا غادي يدوزوا عليا المرار والعذاب الشديد، وليت كنتعير صباح وليل باي كلام اللي يقدر يطيح لكم بالبال واللي كيدقال في الزنقه كنت كنسمعو من عند خوتي ومن عند امي. غادي يدوزوا عليا العذاب وكرهوني في الحياه، وتذكرت بلي انا والعذريه ديالي تفقدات في طفولتي من طرف خويا. حتى جات 2019 وتعرفت على واحد الشاب وبقينا كنهضروا ووعدني بالزواج، وكان وقع لي مشكل مع واحد البنت اللي حملت منه وتزوج بها، وقلت لي صافي سير الله يسهل عليك. من بعد عاوتاني تعرفت على شاب واحد اخر في الفتره نتاع كورونا، واول مره دوا معايا قال لي واش نتيا اللي في البروفيل ديالك؟ اييه عجبتيني وبغيت نتعرف عليك. مرحبا. هاد الشاب كان ساكن في الباديه ديال واحد المدينه من جهه واحده اخرى في المغرب بعيده علينا بزاف. بقينا كنهضروا لمده 5 شهور، جا لعندي حتى لمدينتي، تلاقينا عجبتو ودوزنا عام. قال لي قولي لداركم راني غادي نجي نهار الفلاني باش انني نخطبك. فعلا مشيت قلتها لماما، قالت لي قولي ليه يجيب الخاتم. اييه ما عنديش مشكل غادي يكون احسن، هادشي باش جاوبني. فاش قلتها لخويا وبا قال لي قولي ليه منين هو جاي يجيب معاه الخطوبه رسميه ويجي مادام انكم متفاهمين مع بعضياتكم. جات صديقك اختي اللي داتني عند الطبيبه وقالت لهم واش من نيتكم تدخلوا الناس ما كتعرفوهمش لداركم، جايين بدفوعهم بالغطاء ديالهم بكلشي ودخلوهم وينوضوا يذبحوكم ولا يديروا لكم شي حاجه، واش من نيتكم تدخلوا البراني لداركم؟ قالت لها ماما بالصحه بنتي عندك الحق، وتقلبت عليا قلبه وحده. بديت كنرغب ماما انا مزوقه، ماشي حتى قلتوا لي قولي ليه باش يدير هادي 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 ودابا نقول ليه راه ما غاديش تبقى خطبه رسميه. انا ذاك اللي حسن حظي كانت ماتت واحد عمتي ديك الساعه ولقيت السبه، قلت ليه فلان راه ماتت عمتي ما نقدروش نديرو خطبه رسميه وغادي خصك تدفع وديك الروينه وبا ما غاديش يبغي، دابا اجي نديرو غير تعارف. جاو تعرف على والديا، شافهم دوا معاهم وتفاهموا باش انه يطيح بيا العقد من مورا العيد الصغير، واتفق معاهم حتى شحال غادي يعطيني في الخطوبه ومشى في حاله. واحد اختي جات دارت ليا العصا في الرويضه، لا والو هذا الراجل ما تديهش غير غادي يكرفصها. قلت لهم انا هذا الانسان انا باغاه، لا والله ما تديه، انا هذا الراجل غادي نديه يا بالخطر يا بالزز. كتعطيني سلخه ديال العصا وكتقول لي والله ما تديه، داز عليا رمضان كله عصا وما كناكلش شنبقه غير جالسه، كلشي تقلب عليا وتبع الراي ديال اختي الصغير والكبير. انا شديت معاهم الضد، غادي نديه يا بالخطر يا بالزز. هاد الشاب انا كنت عاودت ليه قصتي وقلت ليه بلي انه خويا اللي كان السبب في انني فقدت العذريه ديالي، وعرف جميع التفاصيل اللي شاركت معكم. قال لي انا قابل عليك بكلشي، انا باغيك انتي حوريه وما تيهمنيش الجسد ديالك وما باغيش منك شي حاجه من غير كنتي. بقينا بحال هكاك في داك رمضان وانا شاده الضد، وفي ما كيجبدوا معايا الموضوع تناكل العصا حيتاش كنحلف ليهم بلي غادي نديه واخا يكون اللي كان. ماما غادي تقول لي ايوا هو الاول نمشيو للبلاصه فين غادي تسكني معاه وديك الساعه ديروا لك حلف البيض. هو ماما ما عندوش مشكل، تيقول لي اصلا ما غنطيحوا العقد حتى يجيو داركم يشوفوا فين غادي تسكني معايا. واحد النهار نط حرت الصباح انا داك في رمضان وشربت شغيمه ديال الحليب وثلاثه ديال التمرات وكانت معنا جده، مشينا للجامع نصليو جينا. فاش بغيت ندخل نعس قالت لي ماما لبسي عليك. وعلاش؟ حيت غادي نمشيو فين ساكن فلان نشوفو دارو اللي غادي تسكني فيها اولا اللي غيسكنك فيها. صافي واخا، ولكن بلاتي راني ما عارفاش شنو غادي نلبس. قالت لي لبسي اللي كان وزيدي. لبست وخرجنا مع 6 ديال الصباح انا وبا اختي وخويا وامي وانا، شدينا الطريق ووصلنا حتى ل 4 ديال العشيه. ولكن قبل وحنا في الطريق خويا سها
وتلاحينا بالطوموبيل واحد الجهه نتاع الغابه. ربي يحفظ كل شيء غوت وتخلع. وخرجت سليمه من غير الطوموبيل اللي تقاسم القدام. هبطنا وبدا كيسب فيا با انتي هي السبب باش كنا غادي نموتوا، انتي السبب اللي بغات تزوجي بهاد خاينه. كملنا الطريق وانا غير تنبكي بحال غدا العزو. وصلنا دويت مع داك الشاب عطاني العنوان حتى وقفنا لعندو. دخلوا للدار طلعوا شافوها وما عجبتهمش. اغوستي قالت لبابا كيف جاتك الدار؟ قال لها واسمحي لي الحاجه هذه غير العروبيه. قالت لها ماما انا ما غاديش نعطيكم بنتي تسكنوها ليا هنا في العروبيه. قالت لي اغوستي وانت شنو بالك بنتي حريه؟ قلت لها انا اللي كيهمني نعيش مع فلان وفين ما كان. قالت لي ايوا بنتي حريه راك كتشوفي كلشي على عينك، انا ما عندي ما ندير ليك. رجعنا فحالنا ودوزوا عليا عام واحد اخر ديال الحرب. هو تيقول لي غير واش متقنا هذوك والديك ما خلاو فيك غير اللي نساو، انا راه ما غاديش يعقلوا عليا الا تزوجت بيك. خوتي قطعوا عليا الهضره، با كذلك من غير امي اللي كتهضر معايا وغير بزز كلشي قطع عليا. مشيت عند جداتي وهضرت معاها بدات تهضر معاهم. قالوا ليها ما غاديش تديه، هي ما غاديش تديه واخا نقتلوها وندخلوا على قبلها الحبس. مشيت عند خوالاتي قلت لهم انا بغيت نطيح العقد غادي نمشي نجمع قواعدي. وانا ديك المده كنت انا ذاك دخلت باش نقرا الباتيسري. غادي تمشي ماما عند خوالاتي باش تطلع عليهم وقالوا ليها شوفي يا فلانه ديري شي حل لبنتك حوريه حيتاش غادي دير لكم شي نهار شي كارثه. راه قالت لينا غادي تطيح العقد وتمشي عند داك الراجل بلا اخباركم. جات عندي سولاتني واش بصح هادشي اللي سمعت من عند خوالاتك؟ اه انا بغيت نطيح العقد ونمشي فحالي، انا ما بغيت والو من غير الحلال. غادي تجيب لي المصحف وتقول لي حطي يديك عليه وحلفي بلي انك غادي تبعدي عليه وما تبقيش تقربي منه. تنحلف وتنقول لها والله هاد الراجل اللي خليته هو اللي غادي نكمل معاه حياتي وبغيته من اعماق قلبي حيتاش عمر شي حد حن عليا من غيره. عيات ما تدوي معايا وانا الجمله نفسها كنعاودها ونعاودها. واحد النهار جابه في العشيه دخلت امي للبيت وعاودت ليه شنو كاين وبلي راسي راق صح. غير انا دخلت الكوزينه وكان ديك الساعه نهار الخميس كنت صايمه بغيت غير نفرق صيامي باش ما كان حتى وقف عليا. شنو باغا ديري؟ ما بغيت والو. هاد الراجل باغاه شنو بالك انت با؟ واش باغاه راه تندوي معاه؟ اه راني باغاه. ما غادي نحس براسي حتى غادي يلصق ليا وجهي وسط الحيط. قتلني بلاصه ورجع لحمي كله زرق وكان تبصير كبير غادي ينوض يصيفطوا ليا على راسي والدم كيهبط ليا. حتى شي حد مدها فيا حتى لاخر دقيقه. عجات امي وكتقول لي صافي بركه غادي تقتلها. تيقول ليها هذه غادي نقتلها وغادي ندخل على قبلها الحبس. مشيت وهربت لبيتي وسديت عليا وما بقيتش كنمشي للمدرسه وكانت في فتره الامتحانات حتى دازت شي ايام ومشيت. سولتني الاستاذه علاش ما كتجيش كتجي حريه؟ عاودت لها شنو كاين ووريتها الضربه اللي فراسي اللي مازال ما بغاتش تبرى. قالت لي خاصك ديري بهم شكايه حيتاش راه هاد الوالدين خاصهم الحبس. مشيت درت شهاده طبيه والجرح مازال ما تسدش ليا واضطريت باش انهم يديروا ليا من بعد ايام 10 ديال الغرزات. ما قدرتش طبيعه الحال انني ندير بهم شكايه. هذاك رابا ما جاتش نمشي ندعي. اختي من مورايا اللي في عمرها 19 سنه تخطبات ودارت العرس وانا شدوا ليا العصا في الرويضه. فشافوني وقت ما كان تيجي وكنمشي كنخرج معاه واخا يوم يفرقوني واخا يوم يسدوا عليا قالوا ليا صافي غير قولي ليه يجي سلموا. قلتها ليه هو يقول ليا صافي واخا. نط كنشري الحوايج ومقاده كل حاجه وفي الاخير ديال دوك الايام ناضوا لينا شي مشاكل. قال لي انا ما نقدرش نجي لداركم والديك تيهونوني بزاف وما بقاوش باغييني وشوفي شنو مدوزين عليك انتيا فين انا غادي نبان ليهم وانا وياك حياتنا غادي نعيشوها جحيم. قلت لي راه دارنا ما قالوا عليك والو وهما ما عيبوكش كشخص ولكن عيبوا البلاصه اللي غادي تسكنني فيها. ما تصدموش ولكن نسى كلشي ونسى شنو وقع ليا بسبابه. بلوكاني من كلشي ومشاو خلاني. حاليا انا خرجت من دارنا وكاريه بوحدي وخدامه على راسي من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار وما بقيتش كندوي مع حتى شي حد. ببساطه انعزلت على كلشي حيتاش كرهوني في راسي وحتى في حياتي. خويا اللي كان سبب في هادشي عمره ما جبد معايا الموضوع وعايش حياته كانه عمره ما كانت شي حاجه وعمر في دارنا خلوني اصلا مازال نجبد داك الموضوع لانهم قمعوني وسدوه ليا وما عطاونيش فرصه انني نهضر فيه وما تيقونيش. انا اليوم ما عارفاش فين نحط راسي ما عارفاش شنو ندير. انا اليوم كنخدم خبزة اليوم وكاليا واحد البيت اللي كنخلصوا عليا وعايشه كل نهار بنهارو تيحن مولانا. هذه حكايتي وهذه هي كانت حكايه حريه يا ساده يا كرام. للاسف للاسف اذا الوالدين ديال حريه سمعوا الحكايه ولقاو بعض الاحداث ماشي متسلسله ماشي مشكل لانه ما كانش من السهل عليا
انه بنتكم تحكي لي تفاصيل مره بدون ما انها تشهق بالبكاء اللي خلى نص الحكايه نسمعها ونص الاخر اللي عندي ما واضحش. ولكن عموما الاحداث الرئيسيه وشنو وقع هما هذو راهم واضحين. التربيه يا ناس عموما ماشي هي العصا، العصا ما كتربيش، العصا كتخلينا اننا نخرجوا الجرعه السلبيه اللي عندنا وكنعيشوها لداخل او لذاك الضغط اللي عندنا، ولكن عمرها ما كتبدل داك الشخص اللي تياكلها. الحوار واخذ وعطاء كيقدر يبدل كل شيء. يمكن ما عرفش القوه نتاع هذا الامر. انا ما فهمش هاد العائله علاش ما رحمتش بنتها وزوجتها مادام كتقول بلي انها فقدات العذريه ديالها في الخلا. اذا هذا صحيح ها هو جا واحد اللي غادي يسرها، خليها انها تحمل المسؤوليه ديالها انها فين تعيش معاه. العصا والعنف والحقره والاهانه اللي دوزوها منها غير حقدتها وخلتها باش انها تمرد عليكم وما بتلاتهاش وما خلتهاش دير اللي بغيتو. انا في الاخير ما هي ارتحت ما انتوما الله اعلم واش مرتاحين ولا لا. هذه كانت حكايتنا الليله. انا ما عرفتش شنو غادي نقول الحريه من غير انك مزيان خرجتي تخدمي على راسك، مزيان خرجتي تقلبي على راسك، اجتهدي وكملي لانه اختاريتي نفسك وبعتي من الاداء ديال والديك. واخا كاك مره سولي فيهم، واخا قاسحين، واخا كاينين شي اباء لا يستحقون اللقب الابوه او حتى الامومه، فكنتمنى الله انه يكمل لك على خير وانك توصلي لشي مرتبه عاليه ان شاء الله وانك تدمري وتخدمي وما توقفيش هنا. ما هي الا بدايه. اما الشخص اللي خلاك ربما ما فيهش خير، ربما كون كملتي معاه او لا مشيتي معاه في داكشي اللي بغيتي ما كنتيش غادي ترتاحي وما كنتيش غادي توصلي اللي بغيتي. كنقول لكم دائما الحياه ما كتوقف على حتى شي حد، الحياه كتستمر كيف ما بغاتكم الظروف. نجاهدوا ونتقاتلوا على ودي نفوسنا، فدمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش انكم تخليو كلام الاباء نتاع حوريه لانهم غادي يشوفوا هذه الحكايه، لعل الله يرطب شويه قلوبهم وشويه يفيق الضمير ديالهم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. وسلام سلام.